ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الحوت المائي حتى الساعة 4:30 من فجر الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الحمل الناري ويظل فيه حتى الساعة 1:09 من ظهيرة الأربعاء. ثم ينتقل القمر إلى برج الثور الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 12:21 من ليل الجمعة، ليدخل برج الجوزاء الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 12:57 من ظهيرة الاثنين. إذن هذه وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. حاليا وحتى فجر الاثنين في برج الحوت المائي، من فجر الاثنين وحتى ظهيرة الأربعاء في برج الحمل الناري، من ظهيرة الأربعاء وحتى ليلة الجمعة في برج الثور الترابي، ومن ليلة الجمعة وحتى ظهيرة الاثنين في برج الجوزاء الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها. فيما يلي هذه الفترة السلبية. الفترة الأولى يوم الأحد من الساعة 7:00 وحتى الساعة 4:03 من فجر الاثنين. الفترة الثانية يوم الثلاثاء من الساعة 3:40 وحتى الساعة 1:09 من ظهيرة الأربعاء. الفترة الثالثة يوم الجمعة من الساعة 3:28 فجرا وحتى الساعة 12:21 من بعد منتصف الليل. الفترة الرابعة يوم الأحد من الأسبوع المقبل من الساعة 4:32 وحتى الساعة 1:03 من ظهيرة الاثنين.